قالك اشكالي فدرالية هذي ايه ما از جيد منو فدرالية بطرحت برأي عمد الفدرالي مثل اساس كي قومي مثل اساس كي طائفي فدرالي سر اساس كي جغرافي في رنقها لي بلكي كاربن سوريا نه فدرالي في رنقها لي تشي برأي عمد بيتر ناجح تربي جفدراليات وبالنسبة ما كرد دي وقت بيجي كردستان سوريا دي رؤيا حركات سياسية كردية هك چه تفدن بي چه انكسي بي چين اطراف دي بي نرين اوان هاتي انو دوه فيدرالي دو سوريا دي تثبيت بي بي جبو كردا كرد دوه بيرا بي وبالتالي قابا نرين تفد او بي وتفد دوه نرين ارا بي امجي بنرين اوان فيدرالي تثبيت بي فيدرالي اكزلاب وباقش قلنا تو تعديل غيري خب قلنا غيري تتعديل تبك وبأساس به نفيد رأيك بشعارات أو بدنك وبروبه لأم كارم الحفاظ يصير بكن دي بشاروج يدجي هل بد أبا كريزا وسوري تيدر باز لبه متكز كن لو چارة سري جي بي كريزا ري جي بشاروج سوري ري وفدرالي بيتر كارم بملت سوري سراسر جبرم دبين الفدرالي يكتي كطوعية بباوري چتر او اب زور داریه بی عادی تر فدرالی و که پروژه کی تفکر سیاسی کردی گشتی جبر بندی گوت دا خوازا فدرالی کری ان کس دا خوازا فدرالی کری و ام دوین حوالی مانی دی تریجی و تر د بری وان بی عالی دی جبر وی ام دو پروژه و کار به خدمت ملت سوری سراسری سوری گشی وک ان کورد از بین قی گرک امپیرا بن جبر يعني كا انا شلوه ما قبول بكم بشتي في الشارع هاني قلتين دخلنا لما دون مول قيس جوان كشتيه ام اداره خو واي ما اراميك سره بس على تقريبا اراميك ناف اخو ام كرد خو يا منطقي وعربي منطقي ما خو ما بيك انيه ادون غيرك امبيرا بن او اوي دشي بيت ساكن ادون قينا دشي قال كرد دشي قال كرد قال سوري كش يعني شعوب سوريا كش دشي ساكن جبر حرك راح اداره خو بحكم يا خو مشكله كده يعني بري انا نافي سوري اتحاد دول سوريا بو انا اتحاد فدراليات سوريا اتحاد شي سوريا له مشكله يعني مسالات أو يقول به الفدرالية يعني تقسيم دروا على خودك الفدرالية يعني اتحاد نتقسيم يعني ترسل مستقبل سوريا تنت فدرالية بالعكس حر شعبك السوري حر ملتك السوري حقي فلسطيني إدارة خودك يعني دفيدا ما داويد مسألة روسيا وأمريكا كبحث الفدرالية دكن كسوري دي بقشتي ده أزدبينم فدرالية حل الأمثلة يعني إذا أمن عراقي جن نرن يعني داويا بينا أزدبينم فدرالية وبكيسري نجبو ملتك كرد جبو همو بكاتي السوريين